قال الفنان عزوز عادل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن الدولة حريصة على دعم الفن جيدا، وهو ما يتضح من خلال الحوار الوطني. كما أوضح الفنان عزوز عادل مدى اهتمام الدولة بكل التفاصيل التي تتعلق بالمثقف المصري سواء كان شاعرا أو ممثلا أو موسيقيا. عندنا الدولة بتدعمك بشكل كويس، الدولة بتقول لك اشتغل، الدولة بتقول لك اعمل، وده واضح من خلال الحوار الوطني. ان احنا طول الوقت الدولة كانت بتهتم بالثقافة، بتحط استراتيجية، بتحط خطة، لكن اللي انا شايف في الحوار الوطني ان هي مهتمية بتفاصيل المثقف المصري، سواء فنان، سواء شاعر، سواء كاتب، سواء فنان تشكيلي، سواء موسيقي، يعني تفاصيل. هي بتقول لك انت كفنان تعال قول لي انت عايز ايه، احلامك ايه، ايه المعوقات اللي موجودة، ايه التحديات اللي موجودة، وقول لي ايه توصياتك او مقترحاتك اننا ازاي اعملها. فدي خطوة كويسة جدا.